وفي اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية شهدت دائرة الزيتون إقبالا نسبيا من الوافدين المناخبين. تعالوا معنا نتابع كواليس هذه اللقاءات. سيادة المستشار عبير عبد العزيز، تكلمينا النهاردة عن الإقبال، وخصوصا دي لجنة سيدات في دائرة الزيتون، تكلمينا عن الإقبال. والإقبال معقول الحمد لله، يعني متوسط. نسبة الوعي عند المرأة أنها تيجي بتضلي بصوت، احنا شفنا شباب وستات كويس، يعني هم عارفين هم يعملوا ايه، يعني مش محتاجين توجيهات من حاجة، أو مش عارفين هم ينتخبوا مين. موضوع اليوم الأول في المرحلة الأولى، المرحلة الثانية كان في تجاوزات او كده داخل لا الحمد لله لغايه دلوقتي لا كله تمام الحمد لله. والوعي كويس الحمد لله. لا وتأمينات الجيش والشرطه كويس الحمد لله، واقفين برا مأمنين كل حاجه والاوضاع مستقره. وذوي الاحتياجات الخاصه بيتعاملوا ازاي داخل ما فيش ذوي الاحتياجات الخاصه؟ الكفيف هو بس اللي بيتم مساعدته في الستاره، بيبلغني بسرية وبيتم التعليم عليها بس مش اكتر. ست مصر بنشكر حضرتك. انا جدا جدا هابي السيسي الاول، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، وربنا هينصرنا ان شاء الله، ونحن بنحبه جدا واحنا عسكريين، وربنا ينصرنا جميعا، ونفسي اشوفه واسلم عليه، وروح واحب مصر مصر مصر، والسيسي سيسي سيسي ربنا ينصره، ينصره على من يعاديه ويديله الصحة وينوله كل اللي عايزه، وعايز يخلي مصر كويسة والناس كلها كويسين واللي هو عمله. حضرتك النهاردة تقولي لنا ايه على المرحلة الانتخابية واحنا لسه في اول يوم من المرحلة الثانية؟ ان شاء الله الحمد لله كلنا الناس كلها نازلة، وجيراني كلها نزلتهم عشان لمصر، وربنا هيكرمنا ان شاء الله وهينصرنا بإذن الله، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. النهاردة وإحنا في أول يوم من المرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية، تقولي إيه شعورك وإنت كمنتخبة؟ على أي أساس أديتي صوتك للمرشح؟ أديت صوتي عشان خاطر إحنا عايزين نبقى قدام العالم كلها إن إحنا ناس بنفهم وناس كويسين وناس عندنا حضارة، يعني إيه لما هننزل ننتخب لازم ننتخب عشان خاطر نبقى قدام العالم كاملين، مفيش حاجة ناقصانا. النهارده تقول لنا شعور حضرتك وانت احنا في تاني في اول يوم من المرحله الثانيه انتخابات البرلمانيه. طبعا فرحانين جدا، واحنا لازم كل الشعب المصري ينزل ينتخب، يعني الواحد فعلا متضايق جدا من اقول لحد يلا يقول لا مش هنزل النهارده لا بكره، انا مصممت ان انا انزل بدري. يعني مين اللي شجعك؟ حضرتك اللي شجعتها ولا هي اللي شجعتك؟ قلبي قلبي اللي شجعني مصر يا وطني جدا.